معلش انت مين؟ بس انا مشبهه عليكي جدا يا مارينا. انا انت استني استني وكده. بس ما تضحكيش ما تضحكيش، عينيكي قفلت ومناخيرك فرشت كريم ومفيش حاجه ظابطه. يعني يا رب دون عن كل الناس اطلع انعكاس واحده غبيه ومتنمره. ايوه مارينا نظارتك اتكسرت وغيرنا شكل شعرك، بس مفيش حاجه. فعلا انا نظارتك اتكسرت بس شعرك مش فارق كتير، كان كنافه بقى بلح. خلاص عرفنا سلام. صح نسيت اسلم، انا شبهه على حضرتك جدا، انت مين؟ صبرني يا رب. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تعشرب. 1944 وتحديدا في الحرب العالميه الثانيه، جه صاروخ من الجيش الروسي لمقر المانيا، وساعتها في ملازم اتصاب بشظيه في دماغه من ورا وراح للدكتور، والدكتور عمل له الاجراءات الطبيه وقال له انت تمام تقدر تروح. وبعدها بكام يوم رجع الملازم ده للدكتور واشتكى انه مش عارف اي حد من اهل بيته ولا حتى مراته. فالدكتور طبعا قال له يا بختك، بس بعدها حوله على مستشفى الامراض العقليه. لكن لحسن حظه كان في المستشفى دي دكتور مثقف جدا، وكان قاري عن مشكله اسمها عمى التعرف على الوجوه، بس ما كانش يعرف عنها تفاصيل كتير، وده اللي حفزه ان هو يكتشف اكتر عن المشكله دي. وابتدى الدكتور يعمل تجارب كتير عشان يحاول يخليه يتعرف على اهله او مراته، لكن ما فيش حاجه جابت نتيجه، لحد ما الدكتور قرر انه يجيب مرايه ويوري نفسه فيها. وهنا كانت المفاجاه، الملازم ما قدرش يعرف وشه في المرايه، قعد ساعات قدام المرايه مش عارف دي ملامح مين اصلا. كل واحد فينا عنده القدره ان يتعرف على وشه او وش اي حد من اهله، حتى لو الوش ده اتغير، غير تسريحه شعره ولونه او لبس طاقيه مثلا، وكل ده عن طريق المخ وبنسبه كبيره حته اسمها الفص الصدغي. ولما عملوا رنين مغناطيسي على المرضى اكتشفوا ان في جزء في القشره الدماغيه اسمه الاف اف اي، وده بيكون تالف عند المريض. واسباب الاصابه ممكن تكون حادثه، طلق ناري، او حتى وراثيه. تخيل طول حياتك تبقى بتتعامل مع ناس مش قادر تتعرف على ولا واحد فيهم، عندك زمايل في الشغل واصحاب في الشارع وعيله جميله، وبرضه مهما حاولت مش قادر تتعرف على ولا واحد فيهم. انت حتى لو بصيت لنفسك في المرايه مش هتبقى عارف دي ملامح مين. المرض ده اسمه الفيس بلايندنس، او عمى التعرف على الوجوه. فعلا دماغك معقد جدا جدا، واقل لخبطه في الوظائف بتاعته ممكن تتسبب في كوارث للشخص العادي. تخيل انت بقى لو كنت مكانهم كنت هتعمل ايه؟ انا هقول لك، مرضى الفيس بلايندنس بيعملوا حاجات كتيره قوي عشان يقدروا يتعرفوا على وش الشخص اللي قدامهم. منهم واحد بيحكي تجربته وبيقول انه كان بيرسم بورتريه لاصحابه واهله معدل واحد كل يوم لمده سنه، وبرده بعد ده كله كان بيتعرف عليهم عن طريق لبسهم المعتاد، تسريحه شعرهم، بس مهما ركز في ملامحهم برده مش بيقدر يتعرف عليهم. رغم ان مرض عدم التعرف على الوشوش اسمه عمى، الا ان المريض ما بيبقاش اعمى اصلا ولا حتى في مشكله في عينه، هو بيبقى شايف الوش كويس جدا بكل ملامحه، شايف العينين والمناخير والبق، بس مشكله مش في عينه، مشكله في جزء في المخ ما بيقدرش يفسر الاشارات اللي جايه له من العين، فبالتالي ما بيقدرش يتعرف على الشخص ده. الموضوع بالنسبه لهم عمليا مستحيل. وعشان يقدروا يتعرفوا على الشخص اللي قدامهم بيدوروا على حاجات تانية في شخصيته او في شكله اللي مش معتمد على وشه، زي مثلا تسريحه شعره اللي بالمناسبه لو اتغيرت برضه مش هيقدروا يتعرفوا عليه. وممكن يعرفوا الناس عن طريق ضحكتهم، وقفتهم، طريقه كلامهم، وبرضه ده بيتطلب مجهود ووقت طويل جدا عشان بس يرجعوا لجزء بسيط من حياته. تخيل تبقى في يوم من الايام ماشي في الشارع عادي وتشوف صاحبك عشره اربع سنين كليه اكلين شاربين نايمين ممتحنين ساقطين سوا، ويشوفك يسلم عليك ازيك يا حماده عامل ايه، وانت اللي هو مش فاكرك ياه بس مشبه على تسريحه شعرك. موقف محرج جدا، بس لو انت فاكر ده هزار لا ده بجد. في واحده ست بتحكي وبتقول ان في يوم من الايام استنت ابنها في المطار وعدوا قدام بعض اربع مرات من غير ما يتعرفوا على بعض، ابنها كمان طلع مصاب بالمرض. تخيل بقى ان دلوقتي عمليه التعرف على الشخص من خلال ملامح وشه بقت سهله جدا جدا عن طريق تقنيه الفيس ريكوجنيشن دي، اللي هي مثلا موجوده على الفيسبوك، لما تلاقيه ادالك نوتيفيكيشن وبيقول لك في صوره انت موجود فيها يلا ممكن تعمل تاج لنفسك، وتفتح الصوره تلاقي ناس انت ما تعرفهمش اصلا، بس حظك انك كنت معدي من ورا وهما بيتصوروا. لو انا جيت هنا امتى وازاي معرفش. والتقنيه دي بتشتغل بطريقه روشه جدا وحسابيه بحته، وبتتم بخطوتين، الاولى هي الفيس ديتكتور وان هو يلاقي الوش في الصوره ويحدد مكانه، والثانيه هي الفيس ريكوجنيشن ودي فيها بيتعرف على الشخص. ده مش بس بيتعرف عليه، ده كمان بيربطه بهويه من الداتابيز الكبيره قوي اللي عنده. تعالى كده نوفر ثينك ونتخيل انا وانت ان احنا هناخد جائزه نوبل لما نخترع علاج للمرض ده. انا كمارينا موافقه جدا، واوعدك اوعدك اول ما اخد الجائزه مش هتشوفها فكرتي. تخيل ان احنا ممكن نعالج الفيس بلايندنس بالفيس ريكوجنيشن بنظارات زي بتاعه ايرون مان مثلا، ان هو كان اول ما يبص للشخص تروح مطلع له اسمه مثلا. طبعا تفكير عالي جدا جدا لان انا فكرت فيه ولانك ساعدتني طبعا، بس للاسف هي مش سهله ابدا،
لان تقنيه الفيس ريكوجنيشن محتاجه حاجات كتيره قوي تتظبط، منها كميه الاضاءه وان الصوره تكون واضحه ومش ملغوشه، وبرده بيبقى صعب التعرف على حد لو غير تسريحه شعره او لو حط ميك اب مثلا. دي مش عايزه نظاره، دي عايزه كشكش في الكدب. وبرده لو حد اتصور بالجنب يعني نص وشه بس هو اللي باين، يعني للاسف اضرارها اكتر من فوائدها. بس مين عارف، يمكن قدام انت اللي تخترع الاختراع ده وتقدر تتغلب على الاضرار بتاعته. بس زي ما انا افتكرتك لما خدت نوبل من شويه افتكرني باي حاجه. فكرتي انا ورينا ايهاب، تعال شفتك.